القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ العناوين مع سلمان سري الدين. مساء الخير في عناوين النشرة. كنا متأملين نشوف تشكيلة حكومية قبل سفر الرئيس سليماني. سلام يتحدث عن تعقيدات لا تزال تعترض التشكيلة الحكومية، وسليمان يدعو إلى التقاط لحظة الوعي. الخطة الأمنية للضاحية الجنوبية تنطلق الاثنين، وتساؤلات حول جدواها في ظل الأمن بالتراضي. الجيش الحر يواصل تقدمه في ريف حلب، وسوريا سلمت ملفات ترسانتها الكيميائية. في ظل مأزق تشكيل الحكومة والذي تحدث عنه الرئيس المكلف تمام سلام من قصر بعبدة، تبدأ الاثنين خطة أمنية لإخراج حزب الله من مأزق الأمن الذاتي، وبطلب من حزب الله نفسه، وسط أسئلة عن دور القوى الأمنية التي ستدخل إلى الضاحية على قاعدة الأمن بالتراضي، والذي خبره اللبنانيون أكثر من مرة من دون أن تكون له نتائج مستدامة. وفي الأسئلة أيضا، هل ستختلف هذه الخطة عن الشهر الأمني الذي طبق في الضاحية ليسقط لاحقا تحت ضربات الأمن الميليشيوي؟ وبانتظار الاختبار العملني لهذه الخطة، فأن المنطقة ولبنان بانتظار ما سيحمله اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما سينتج عن اللقاءات الجانبية التي سيشهدها، والتي ستتركز على الأزمة السورية وتداعياتها على الوضع اللبناني. فعلى هامش اجتماع نيويورك الأسبوع المقبل، لقاء منتظر بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني، وآخر بين الرئيس الأمريكي ورئيس الجمهورية ميشيل سليمان، يسبق انعقاد مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان الأربعاء، وسيتركز على مسألة اللاجئين السوريين. وفي المعلومات أن لقاء أوباما سليمان الثلاثاء سيستغرق ساعة، وسيؤكد رئيس الجمهورية خلاله على الثوابت اللبنانية، وتحديدا سياسة النائب النفس وإعلان بعبدة وإبقاء لبنان تحت مظلة الأمانة الدولية لضمان استقراره. البداية لينا من بعبدة، حيث دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان القادة اللبنانيين إلى التقاط لحظة الوعي وضم الجهود من أجل تشكيل الحكومة والعودة إلى الحوار. بدوره أعلن الرئيس المكلف تمام سلام عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ولادة الحكومة قبل سفر الرئيس سليمان إلى نيويورك بسبب المطالب التي تعرقل تشكيل الحكومة. لم تفلح المساعي والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة في التوصل إلى ولادتها قبل سفر رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إلى نيويورك، والذي دعا قبيل مغادرته ولمناسبة اليوم العالمي للسلام القادة اللبنانيين إلى أن يعوا مفهوم زعزعة السلام في بلادهم والتقاط لحظة الوعي وضم الجهود من أجل تشكيل حكومة والعودة إلى الحوار الوطني لحل المشكلات المطروحة، ليستطيع لبنان أن يبقى في منأى عن انعكاسات الصراعات من حوله ويجتاز هذه المرحلة حالة ضاغطة، خصوصا وأن الدول الفاعلة والمؤثرة والصديقة تعقد اجتماعا في نيويورك من أجل دعم استقرار لبنان الأمني والسياسي والاقتصادي لمواجهته التحديات والمصاعب المطروحة. الشأن الحكومي عكسه أيضا الرئيس المكلف تمام سلام عقب لقائه الرئيس سليمان، إذ قال أنه كان من المنتظر أن يتم تشكيل الحكومة في أسبوع وقبل سفر رئيس الجمهورية، لكن الظروف حالت دون ظهور الحكومة، وأمل أيضا من القوى السياسية مواكبته وعدم إطالة الأمور مع المحافظة على دستورية العمل من دون أي خلل في الدستور. كما قلت، يعني موضوع تشكيل الحكومة هو من صلاحية الرئيس المكلف دستوريا بالتعاون مع فخامة الرئيس، بيصدر اليوم، بيصدر بكرة، بيصدر الجمعة الجاي، بده يصدر بوقت ما، وبالتالي نعم عم نسعى لذلك ونأمل خيرا، بتأمل ما يكون في خطوط حمر، ولكن نعم في ضغط وفي إلحاح وعم نلمسه بشكل واضح عند الجميع، وبالتالي صحيح أنه مرق الوقت، ولكن ما ننسى أنه تخلل هالخمسة أشهر الماضية كثير من الظروف، منها الداخلي ومنها الخارجي،
اللي ما ساعدنا كثير، ولكن خياراتنا وخياراتي أنا بالذات ما زالت مفتوحة وما زالت موجودة وسألجأ إليها في الوقت المناسب. الرئيس سلام وصف عرقلة تشكيل الحكومة بأنها تتم بأشكال وصيغ مختلفة، لافتا إلى صعوبة تشكيل الحكومات في ظل وضع متشنج وغير مريح. وكان رئيس الجمهورية قد اطلع من حاكم مصر في لبنان رياض سلامي على بعض الأفكار والاقتراحات المرتبطة بموضوع اجتماع نيويورك والدعم الاقتصادي من قبل المجموعة الدولية للبنان من ضمن بنود جدول الأعمال الذي ستناقشه. وقد طمأن سلامي الرئيس سليمان إلى سلامة الوضع المصرفي والنقدي على رغم الظروف السائدة. الرئيس سليمان التقى أيضا الوزير السابق جهاد أزعور وبحث معه الأوضاع العامة. بعد المعاناة التي سببها أمن حزب الله الذاتي لسكان الضاحية وقاصديها، خطة أمنية جديدة تقضي بنشر عناصر أمنية في الضاحية، والمراقبون يسألون عن جدواها في ظل مشاركة الحزب في عملها الأمني. تقرير شرب العبود. لم تكد تلملم الضاحية الجنوبية جراح انفجار رويس حتى أحكم حزب الله السيطرة الأمنية على المنطقة، مخضعا كل ما فيها لأمنه تحت ذريعة حماية أهل الضاحية. أكان المواطن من سكان ضاحية بيروت أم من زوارها، فعليه أن يعبر حواجز شباب الحزب المسلحين الذين يدققون بالأوراق الثبوتية ويفتشون السيارات. إنه باختصار أمن حزب الله الذاتي. وبعد فترة من المعاناة لأهالي الضاحية وقاصديها، وبعد إشكالات مع عدد من المواطنين ومع سكان مخيم برج البراجنة، تحدث وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عن 2000 عنصر من القوى الأمنية سينفذون خطة أمنية في الضاحية لإلغاء الأمن الذاتي. ولكن الأخطر هو ما يجري الحديث عنه، عن قوة خاصة مؤلفة من جيش وقوة أمن عام وأمن داخلي تدخل إلى الضاحية، وكأننا أصبحنا نخصص منطقة معينة بتوجه معين، وهذا يعني أن حزب الله سيكون لديه الخيار في انتقاء الضباط وجنود والعناصر التي تدخل إلى الضاحية. إذا كان هذا الموضوع فعلي كما وردتنا أخبار، هذا يعني أن أمام شيء خطير، لأنه سيعني عودة إلى منطق تقسيم القوى الأمنية والجيش اللبناني، عودة إلى منطق اللواء السادس واللواء الثاني واللواء الثامن. من هذا المنطلق أتمنى على دولة الرئيس، يعني دولة رئيس الحكومة وفخامة الرئيس، أن يعوا مخاطر أن يكون هناك قوة أمنية لأي حزب أو لأي طرف سياسي عليه يمكنه أن يعطي رأيا سياسيا أو يضع فيتو على مشاركة. المفروض أن يقول حزب الله لأي قوة أمنية لبنانية أن تدخل كما هي، وليس أن نؤلف قوة خاصة. هي ليست التجربة الأولى للشرعية في الضاحية، وفي كل مرة كانت الدويلة تنتصر على الدولة، والخبراء يقولون أن لا نفع لشرعية تنتشر على الأرض فيما تعمل قوى الأمر الواقع على مراقبتها ومشاركتها حتى في عملها الأمني. أشارت التحقيقات الأولية مع المجموعة الإرهابية التي أوقفها جهاز أمن الدولة أمس في البقاع، أشارت إلى ارتباط الموقوفين الثلاثة بتنظيمات تدين بالولاء لنظام بشار الأسد. تطور أمني جديد كشفه عناصر جهاز أمن الدولة التابعة للمكتب الإقليمي في البقاع بعد توقيفها مجموعة من ثلاثة أشخاص بناء على تحريات وتقص. مصدر أمني أكد أن الأسلحة التي وجدت بحوزة الموقوفين تدل على نية القيام بأعمال إرهابية وتفجيرات واغتيالات، وذلك من خلال نوعية أجهزة المراقبة والتنصت وأجهزة الإرسال والاستقبال ومن خلال العبوات والذخائر التي ضبطت. شملت المضبوطات أيضا 80 كيلوغراما من المواد المتفجرة وصواعق وقنابل يدوية. وفيما تعمل الأجهزة على توقيف باقي أفراد المجموعة، يستمر التحقيق مع الموقوفين الثلاثة، وهم فلسطيني الجنسية ينتمي إلى تنظيم فتح الانتفاضة التي يرأسها أبو موسى الموالية للنظام السوري، وسوري مجنس ينتمي إلى أحد أحزاب قوى الثامن من آذار، أما الموقوف الثالث فسوري الجنسية ويعتقد أنه من عناصر المخابرات السورية. في الميدانيات السورية، الجيش الحر يواصل تقدمه في ريف حلب، وتمكن في الساعات الأخيرة من تحرير مناطق واسعة في وقت تتواصل المعارك في غالبية المحافظات من دمشق وريفها إلى حماة ودرعا.
في المقابل أنذر الجيش الحر تنظيم ما يسمى بدولة العراق والشام الإسلامية من مغبة عدم التزامه بهدنة إعزاز والإفراج عن أسرى الجيش الحر خلال 24 ساعة، وإلا ستتعرض مقرات هذا التنظيم في شمال حلب لهجوم واسع. وسط الغارات الجوية ودوي قذائف المدافع سيطر الجيش الحر على مدن وبلدات عدة في حلب بعد أن خاضوا أشرس المعارك واستهدفوا مقرات الشبيحة بالأسلحة الثقيلة واقتربوا من محيط مطار حلب الدولي. وبالتزامن مع هذه التطورات جددت كتائب الأسد قصفها العشوائي على الأحياء الشمالية والجنوبية للعاصمة دمشق، وتركز على جوبر والقدم والعسالي وبرزة، ودارت مواجهات في محيط مخيم اليرموك وتبادل لعمليات القنص. قوات الأسد حشدت أعدادا ضخمة من الآليات مدعومة بقوات من الحرس الثوري الإيراني ولواء أبو الفضل العباس ومسلحي حزب الله استعدادا لمحاولة اقتحام القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية. وتعرضت الزبداني والقلمون ودارية إلى قصف عشوائي. العمليات العسكرية الضخمة لليوم الثالث في حما تواصلت وتركزت في الريف الشمالي فيما انهالت القذائف على سهل الغاب. هذا وهدد الجيش الحر تنظيم ما يسمى دولة العراق والشام الإسلامية باجتياح مقراته في ريف حلب في حال عدم التزامه بهدنة أعزاز والإفراج عن أسرى الجيش الحر الذين بحوزته. وفيما شهدت مدينة أريحة في إدلب أعنف الاشتباكات، استهدف الثوار مقرات الشبيحة في اللاذقية. ورغم الحصار الشامل واصلت كتائب الأسد استهداف حمص بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وتساقطت القذائف على الرستن والغنط والدار الكبيرة وقلعة الحصن. درعا بدورها كانت على موعد من القصف العشوائي الذي تركز على شيخ مسكين وطفص واليادودة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وشبيحة الأسد على أكثر من محور. القصف العشوائي طاول أيضا الأحياء المحررة في دير الزور، ودارت مواجهات عنيفة في حيي الرصافة والصناعة. للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف الناطقة باسم شبكة شام في دمشق وريفها إيمان الهدى. إيمان أهلا بك، كيف هي أجواء العاصمة دمشق وأيضا ماذا في الريف؟ نعم، يعني بداية من قلب العاصمة دمشق من حي برزة وضمن الحملة العسكرية التي تشنها قوات الأسد على هذا الحي، الاشتباكات العنيفة المتزايدة بشكل عنيف اليوم على هذا الحي تستهدف الحي. استمرت هذه الاشتباكات على جبهة الغمة وعلى جبهة مشفى تشرين العسكري ضمن محاولات طبعا جديدة لاقتحام هذا الحي. اليوم الجيش الحر تمكن من التصدي لهم وقبلهم خسائر بالأرواح، أيضا كما تمكن من تدمير عربة بي ام بي وقتل كل من كان فيها. طبعا كل هذا يحدث مع غطاء من القصف المدفعي من مدافع الفوزديكة المتمركزة على جبل قاسيون وراجمات الصواريخ من منطقة العدوي. أيضا هناك حي جبر الدمشقي وأطراف المتحلق الجنوبي قصف متقطع طال هذه المنطقة براجمات الصواريخ، يتزامن ذلك أيضا مع اشتباكات في محيطها. في قلب العاصمة دمشق اليوم أيضا كان لدينا حمد مداهمات واعتقالات عشوائية طالت عدد من الشبان في منطقة حي ركن الدين بالتحديد في منطقة أسد الدين. بالنسبة للريف الدمشقي اليوم يعني الحملة العسكرية الأعنف أيضا ما زالت مستمرة على كل من دارية والمعظمية، قصف عنيف متواصل على هذه المنطقة لا يهدأ من جبال الفرقة الرابعة ومطار المجزة العسكري، يتزامن ذلك مع اشتباكات من الجهة الشمالية في محيط المعظمية أدت إلى ارتقاء 4 شهداء حتى هذه اللحظة، وتهدم عدد من الأبنية. هناك تهدم بناء مؤلف من 3 طوابق بشكل كامل، يعني هناك تدمير للبنى التحتية في منطقة المعظمية تحت حصار خارق وكارثة إنسانية تربئ بها هذه المنطقة. أيضا الغوطة الشرقية عمليات كر وفر على طريق المطار بعد استخدام يعني تعزيزات عسكرية ضخمة من قبل قوات النظام على تلك المنطقة. نعم، الناطقة باسم شبكة شام في دمشق وريفها إيمان الهدى، شكرا لك. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن سوريا قدمت كامل التفاصيل عن ترسانة أسلحتها الكيماوية وأنها بدأت بدراستها. في المقابل أعلنت موسكو بأنها قد تغير موقفها من القضية السورية في حال تبين أن الأسد يخادع. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن سوريا استكملت تسليم جرد كامل بترسانتها قبل انتهاء المهلة التي حددت بموجب اتفاق جنيف بين الأمريكيين والروس. وقالت المنظمة أنها تسلمت القوائم المرتقبة من الحكومة السورية بخصوص برنامجها للأسلحة الكيماوية وتقوم حاليا بدرس المعلومات التي تم تلقيها. الولايات المتحدة الأمريكية طالبت نظام الأسد بتقديم قائمة دقيقة عن مخزون الأسلحة الكيماوية لديه، وقال
قالت المتحدثة باسم الوزارة الأمريكية ماري هارف أن المعلومات التي قدمها الأسد هي بمثابة وثيقة مبدئية سيجري تقييمها. وبعد الدعوة التي أطلقها حول استعداده للتوسط لإيجاد حل في سوريا، رأى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رفض اقتراح الرئيس الإيراني حسن روحاني للوساطة، وقال أن الاقتراح يفتقد إلى الصدقية، ومشددا على أن طهران جزء من المشكلة. وأضاف الائتلاف أنه من الأجدل القيادة الإيرانية أن تسحب خبراءها العسكريين ومقاتليها المتطرفين من أرض سوريا قبل أن تبادر لطرح المبادرات والتسهيلات أمام الأطراف المعنية. وبالتزامن، أشارت مصادر قصر الإليزي إلى أن لقاء سيجمع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولون والرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، لافتا إلى أن فرنسا ترى أن دعم إيران لنظام الأسد يعد أمرا سلبيا. ومن جهة أخرى، موسكو الداعمة الأولى لنظام الأسد واصلت المراوغة، حيث أعلن مدير ديوان الرئاسة الروسية سيرجي إيفانوف بأن روسيا قد تغير موقفها من القضية السورية إذا تبين أن الأسد يخادع. وقال إيفانوف أن موقفه هذا يندرج في إطار الناحية النظرية والافتراضية لهذا الأمر. اعتبر رئيس النظام السوري بشار الأسد أن ما يسميها المجموعات الإسلامية المتطرفة لا تترك أي خيار لنظامه إلا التخلص منها. وادعى الأسد خلال استقباله في دمشق البرلمانية الأوروبية فيرونيك دوكايزو أن هناك حربا بالوكالة على سوريا، وأن أكثر من 2000 مجموعة إرهابية انضمت منذ البداية إلى المسلحين كما قال. وشدد على أن انتخابات العام 2014 تحدد من سيحكم سوريا. بعد الفاصل تتابعه. أي سلام في اليوم العالمي للسلام؟ أشغال البنية التحتية في المزرعة تنطلق بعد عيد الأضحى وعلى مراحل. المسائية مستمرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سلام يتحدث عن تعقيدات لا تزال تعترض التشكيلة الحكومية، وسليمان يدعو إلى التقاط لحظة الوعي. الخطط الأمنية للضاحية الجنوبية تنطلق الاثنين، وتساؤلات حول جدواها في ظل الأمن بالتراضي. الجيش الحر يواصل تقدمه في ريف حلب، وسوريا سلمت ملفات ترسانتها الكيماوية. تعقيبا على البيانات التي يصدرها فهد المصري باسم الجيش السوري الحر، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الحر اللواء سليم إدريس بيانا أكد فيه أن فهد المصري لا يمثل وجهة نظر الجيش الحر، وليس هناك أي كيان يعرف باسم إدارة الإعلام المركزي. أضاف البيان أن هيئة الأركان هي الطرف الوحيد المعترف به دوليا وداخليا، والجهة الرسمية الوحيدة التي تمثل الجيش الحر، والتي تعنى بأمور التسليح والتدريب العسكري والقتالي. وفي اتصال مع تلفزيون المستقبل، أكد مكتب اللواء إدريس أن ليس له أي علاقة مع فهد المصري، وبالتالي فهو لا يمثل الجيش الحر. عرضت شرطة خفر السواحل الإيطالية شريطا عن ضبط 420 مهاجرا غير شرعي قبالة شواطئ صقلية، واقتادتهم ليلة الجمعة السابتة لإحدى مرافق المدينة، وتبين أن غالبيتهم من النساء والأطفال ومن الجنسية السورية. وأعلنت الشرطة أن الحرب في سوريا ضاعفت من أعداد ركاب القوارب الذين وصلوا إلى جنوب إيطاليا، وناهز عددهم 3300 منذ الشهر الماضي. وتنقل السلطات الإيطالية هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى ملاجئ إيواء خاصة، والمرضى منهم إلى المستشفيات. مأساة النازحين السوريين انعكست أضرارا نفسية ومعنوية لدى أفراد العائلات النازحة، وبشكل خاص عند الأطفال، ما دفع بمنظمة اليونيسف إلى العمل على إعادة تأهيلهم قبيل بدء العام الدراسي. تقرير زياد منصور. تحت شعار حقي في الحماية، انطلق في عكار برنامج الدمج المدرسي للنازحين السوريين من خلال إنشاء مدارس صغيرة في أماكن تجمعاتهم. التجربة انطلقت في مدارس 3 منتشرة في عرقة وكوشة دارين وسعدين، بالتعاون بين منظمة الطفولة العالمية اليونيسف وجمعية بيوند، وبالتنسيق مع وزارة التربية، وتعتمد على إخصائيين وتربويين وخبراء في علم النفس والصحة من الذين خضعوا لدورات تدريبية مسبقة في كيفية التعاطي مع الأطفال والأولاد. نحاول بقدر الامكان نلحق الطلاب بالمنهج السوري اللي هن صاروا تقريبا شي 3 سنين محرومين منه. نحن جزء من مشروع كبير عم تغطيه جمعيه بيوند مع اليونيسف، حوالي 6000 تلميذ بجميع انحاء لبنان، عم نتعاون معهم مشان الدعم النفسي والمعنوي للطالب السوري بلبنان.
ووفق المنظمين فإن عدد الأطفال المستفيدين من هذا البرنامج يصل إلى حدود 300 تلميذ كمرحلة أولية بأعمار تبدأ من الرابعة وصولا إلى 14. وقد تم لهذه الغاية استحضار خيام مجهزة وتحديد الأماكن الصالحة، وهي وسط المخيم في مكان رحب يفسح بالمجال للعب وممارسة الأنشطة التربوية المختلفة. أوضاع مدينة صيدا وجوارها بحثتها النائب بهية الحريري مع المطران إلي حداد الذي دعا الدولة إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لقضية النازحين السوريين. أوضاع مدينة صيدا والجوار وقضية النازحين السوريين لا سيما قضية إيوائهم في مدرسة لبعة شكل محور لقاء رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري مع راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إلي حداد. كما جرى البحث أيضا في النظام الجديد الذي تتبعه البلدية والقوى الأمنية مع الجيش لحماية المدينة. المطران حداد دعا المواطنين إلى التجاوب مع الطرق المتبعة لحماية صيدا وجوارها، كما طالب الدولة بإيجاد حلول دائمة وغير جزئية بالنسبة لموضوع النازحين السوريين. الدولة اللبنانية يجب أن يكون عندها حلول مثل باقي الدول اللي استقبلت نازحين سوريين، بده يكون عندها حلول من هالنوع هذا لحتى ما تعمل حلول جزئية. الحلول الجزئية تؤذي السوري وتؤذي اللبناني مع. وأهلا وسهلا فيهم، برجع بكرر لأنه هو إخوي وعم نعاني معهم مثل ما هني عم بيعانوا. لا عم نطلع لا على طائفتهم لا على ميولهم السياسية، عم نطلع على أنه إنسان مثلنا مثلهم وما كانوا، ولكن وجود بطريقة منظمة لازم يكون. تنظيم هو شأن الدولة وليس شأن الأفراد. النائب الحريري عرضت كذلك قضايا حياتية وخدماتية مع كل من محافظ لبنان الجنوبي نقول أبو ظاهر ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس بلدية عبر المهندس وليد مشنتف. أعلن وفد من أهالي معلولة السورية أن قريتهم خالية من أبنائها ولا يوجد فيها سوى بعض المسلحين الذين يدافعون عنها. وقال سهيل السعدي الذي تحدث باسم وفد الأهالي بعد لقائه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون في الرابي إن جبهة النصرة تحكم السيطرة على تلال معلولة، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي هو دين السلام والمحبة. ما في أي وجود للجيش العربي السوري داخل معلولة. ما رح أخبركم عن جبهة النصرة لأنه تعرفون أكثر من هيك، لأنه إذا بدي أحكي أشياء ديتاي شو صار بمعلولة، أهالي معلولة في كتير ناس مستعدة تحكي. يعني صار في شهداء بمعلولة ما ماتوا سكتة قلبية، في ناس قتلتهم، فاتوا على البيوت كسروا في بيوت، كسروا فيها الصلبين، كسروا صورة العذراء، جربوا يكبروا انه لازم تغيروا دينكم. نحن اليوم نحن اللي جايين نغير دين هالبلدة، هذا اللي صار بمعلولة. دين المسيحي ما بحياته كان يستفز حدا، دين المسيحي هو دين محبة وسلام. أي سلام في اليوم العالمي للسلام؟ تقرير سلمان العنداري. قتل وإجرام وظلم وازدواجية في المعايير وحروب باردة من المحيط إلى الخليج وفتن وسيارات مفخخة وقتل وجرح وإرهاب وجوع وفقر وتوتر، هذه هي الحال في اليوم العالمي للسلام الذي يصادف في 21 من أيلول من كل عام، يوم عالمي لعالم يتخبط بمشاكله وتناقضاته ويرقص على حافة الحرب والعنف. في يوم السلام العالمي الشعب السوري يباد بالكيماوي وبالقصف العنيف، مئات آلاف القتلى وملايين النازحين. وفي يوم السلام تستمر إسرائيل بسياساتها العدوانية والسيارات المفخخة تحصد العشرات يوميا في العراق، فيما يستمر الظلم حول الكرة الأرضية. أما الداخل اللبناني فلا يعرف السلام أصلا، يعيش في غرفة الانتظار الصعب على وقع اليأس الذي أصاب الجميع. طالما في ناس عم تمول الإرهاب وعم تدعمه والناس عم تيجي بتحارب وبتقاتل ضد بعضها أكيد ما رح يكون في سلام. ما مبين في سلام، ما هيك؟ يعني بنتمنى يصير السلام بكل العالم يعني وخاصة بلبنان يعني. بتمنى العالم تصير أخلاقها أحسن عشان يصير في سلام. أتمنى كل الناس ينسوا الخلافات اللي بيناتهم ويركزوا على الأشياء اللي بتفقوا عليها. إن شاء الله بيصير في سلام لبنان، نتمنى يعني حتى نقدر نكفي شغلنا ونشتغل يعني، هذا خلص جماعات ونكفي شغل. السلام ما في سلام. ليه؟ لأن ما عندناش حكومة، حكومتنا عدمانة. أنا
ما بحب كثير اتدخل بالسياسة، بس انه ان شاء الله كلهم بيتفقوا وكلنا يعني نصير شعب واحد ونعيش بسلام. انه يتفقوا ليعملوا لنا سلام، لان جايين تنعيش مش جايين تنموت. اكيد لا، كل هالشيء اللي عم يصير بتسألي ليه؟ ما في سلام هالبلد، ما في سلام. مرحبا سلام، ما في سلام بهالبلد، ما زلت بين 14 بكره وبعد ما في سلام. هالدول العربية بكره وبعد ما في سلام. السلام هذا تحول على ما يبدو إلى وجهة نظر في عالم متغير ومتقلب. أي سلام، سلمنا على السلام. في بكفية عقد حزب الكتائب خلوة حول وضع لبنان ومستقبله، حيث قوم أيضا سياسة الحزب والخيارات حيال مختلف التطورات، وقدمت في الخلوة ورقة عمل تركزت المحاور فيها حول مسار ومصير دولة لبنان الكبير بعد نحو 100 عام على إعلانها، وحول وضع لبنان في ضوء حروب العالم العربي وثوراته وأنظمته الانتقالية والدور المسيحي في لبنان والشرق وكيفية العمل على بقاء المسيحيين. وتأتي هذه الخلوة كمقدمة تحضيرية لانعقاد المؤتمر السنوي المقبل لحزب الكتائب. أكدت بلدية بيروت لتلفزيون المستقبل أن الأشغال التي أعلن عنها في منطقة المزرعة لن تبدأ قبل عيد الأضحى، وأنها ستتم على مراحل كي لا تؤثر على حركة السير بشكل كبير مع بدء العام الدراسي. تقرير مها ظاهر. الإعلان عن أشغال ستؤدي إلى قطع الطريق من جهة البربير باتجاه شارع المزرعة أثار القلق بين المواطنين من جهة، والسؤال عن الشارع المقصود تحديدا من جهة أخرى. الأكيد بحسب بلدية بيروت أن كورنيش المزرعة الرئيسي غير معني بالموضوع، وإن كانت الأشغال ستؤثر على حركة السير بشكل غير مباشر. هذا كورنيش مزرعة خالص الأعمال من زمان، طلعت الخبرية انه انا من البربير خط المزرعة، يعني خط البلد القديم اللي اسمه شارع الأوزاعي. نعم. هو خط البلد القديم، هذا اللي نحن بصدده، انه هذا البنية التحتية تبعه من البربير الى مدافن البشورة لتوصل الى خط البلد. نعم. هذا الخط كله البنية التحتية اللي هي خطوط تصريف مياه الشتاء وخطوط تصريف مياه الآسنة تعود الى الحقبة العثمانية بعدها. اليوم هذا الشارع صار شارع تجاري بامتياز وسكني بامتياز، وهذا خط البلد القديم، خط التران. نعم. نحن وصغار هذا خط البلد. نعم. اليوم نحن بدنا نرفع مستوى البنى التحتية فيه والبنى الفوقية، يعني نحن هنخلص خطوط تصريف مياه الشتاء، خطوط تصريف المياه الآسنة، الأرصفة، نوعية بناء الأرصفة مثل الحمراء مثل ما عم نعمل بكل المناطق. نعم. الإنارة حنعمل شيء مرتب، مقاعد، سلال زبالة، بولرز، عوائق، عم نرفع مستوى المنطقة ككل. نحن اليوم شو هنعمل قبل عيد الأضحى؟ وحنرجع رجوع فيه لمحط محلة العرب. عن التوقيت يؤكد حمد أن العمل بالمشروع سيبدأ بعد عيد الأضحى ليستفيد التجار من الموسم، وأما عن توقيته اليوم مع بدء العام الدراسي فيؤكد أن الأمر مرتبط بسلسلة إجراءات. لكن دائما في ضريبة، أي مشروع بنحسن فيه البنى الفوقية والبنى التحتية في ضريبة، اللي هي شوية عرقلة لبعض المحلات التجارية، بعض السير، بس ما حنعرقله كله، نفتحه كله، حنعمله بلوك باي بلوك. تنفيذ المشروع بشكل كامل بين بنى فوقية وتحتية سيستغرق من 6 إلى 8 أشهر ليكون شارعا نموذجيا ينعكس إيجابا على ساكنيه وتجاره. في صيدا معرض تشجيع الابتكار في الصناعات الغذائية يكسر الجمود الاقتصادي ويعيد تنشيط الحركة بين المدينة ومحيطها وجنوبها. شكل معرض تشجيع الابتكار في الصناعات الغذائية في صالة المعارض التابعة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب مساحة تفاعل اقتصادي وتجاري لإعادة تنشيط الحركة بين صيدا ومحيطها وفي منطقة الجنوب بشكل عام، وكسر الجمود الحاصل من خلال تشجيع الصناعة المحلية. ويتضمن المعرض الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة إيدال وجمعية احتضان الأعمال واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة منتوجات غذائية منوعة لنحو 45 مؤسسة من مختلف مناطق الجنوب.
المعرض الذي يعد الأول من نوعه في صيدا والجنوب لدعم واحتضان المنتجات المحلية وإيجاد أرضية للتسويق لها لاقى استحسانا وأقبالا واسعا من قبل المستهلكين وأصحاب الأعمال وكذلك طلاب المدارس للاطلاع عن قرب على منتجات بلدهم المحلية. عمل حركة جيدة ونحن ما في شك هالمعرض هذا اللي هو حاضنة الأعمال بالأساس أسسته يلي هي في شراكة مع مؤسسة الحرير ومع بلدية صيدا يلي هن دعموا كمان زي ما دعم الاتحاد الأوروبي زي ما نحن قايمين هالحمل عنه نحن قايمين فيه ونحن عم نرعيه وعم نكبره وعم نربيه وهن ما في شك في مساعدة من قبلهم من كل النواحي نشكرهم نحن نشكر الأوروبيين على الشيء اللي عم بقوموا فيه اللي شفته اليوم أنه نحن هذه نافذة على كل دول العالم لأنه فعلا أنا اللي شفته بالترتيب والتنظيم يضاهي ولعل يشابه الكثير من المعارض العالمية فنحن صيدا بوابة الجنوب من صور إلى جزين إلى بنت جبال فعلا نحن بأمس الحاجة حتى تكون هذه القاعة وهذه المبادرة نافذة إلى من الجنوب إلى كل لبنان ونظرا للإقبال الواسع الذي يشهده المعرض تم تمديده يوما إضافيا على أن يكون مقدمة لسلسلة معارض أخرى في إطار مبادرات تنشيط الاقتصاد في المنطقة. في عكار تم تمثيل جريمة مقتل سليمان خالد عبد الفتاح في خراج بلدة بينو العكرية منذ أسبوعين. بعد العثور على جثة سليمان خالد عبد الفتاح في خراج بلدة بينو العكرية ونتيجة عمليات استقصاء استمرت نحو أسبوعين تمكنت مفرزة حلب القضائية في وحدة الشرطة القضائية من كشف ملابسات جريمة القتل ومعرفة أماكن وجود الفاعلين وتوقيفهم في منطقتي عكار وعمشيت وضبط السلاحين الحربيين المستعملين بالجريمة وتبين نتيجة التحقيقات أن عبد الفتاح قتل لأسباب شخصية بالرصاص من جانب ثلاثة شبان كان يحاول ابتزاز أحدهم ماديا بعدما ضبطه في الغابة مع أحدى السيدات وسلب منهما هويتهما مشترطا لإعادتها دفع مبلغ $1,000 حينها اصطحب الشاب معه رفيقين له لتوقيف عبد الفتاح فحصل تبادل لإطلاق النار قتل خلاله الأخير. بنتيجة تحليل الجثة الأربطة اللي بتلقط الجمجمة بالجسد أكيد هالأربطة حتتفك وأي حيوان بري ممكن يعبس بهالجثة وأحيان شيء أنه مش حينقل الجثة حينقل الجزء الأخف. المتهمون الثلاثة قاموا بتمثيل الجريمة أمام مدة العام في الشمال وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية في مكتب آمر مفزة حلب القضائية. في منطقة البيري في عكار تم القبض على سارق متلبسا كان يقوم بسرقة سوبر ماركت وعندما حاول الفرار اعترضه أحد المواطنين وحصل تبادل لإطلاق النار بينهما ما أدى إلى مقتل السارق الذي كان في حوزته بطاقات هوية مزورة وقد حضرت إلى المكان قوى الأمن الداخلي والأدلة الجنائية وباشرت التحقيق. بعد الفاصل مطاردة المسلحين في سيناء مستمرة ومداهمات في الجيزة. وفي الرياضة النجمة يحقق فوزه الأول على سلام زغرتا والعهد على الساحل في افتتاح الدوري اللبناني. مجددا نحييكم. القوات المسلحة المصرية تواصل ملاحقتها للمسلحين في أكثر من مكان وجماعة الإخوان المسلمين تجدد دعواتها لتعطيل سير الحياة وافتعال الأزمات بمحطات المترو وأتوبيسات النقل العام ومحطات البنزين والشوارع والميادين غدا الأحد بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد. إلى ذلك أرجأت المحكمة المصرية إلى الاثنين المقبل البت في الدعوة لحل جماعة الإخوان. العمليات الواسعة التي تنفذها قوات مشتركة من الجيش المصري والشرطة متواصلة بهدف القضاء على كافة بؤر المسلحين في المحافظة وتركزت اليوم في مناطق جنوب العريش ومحيط المطار والمزارع جنوب المدينة مدعومة بغطاء جوي
كذلك شهدت مدينة الشيخ زويد والعريش وبئر العبد حملات أمنية ألقي القبض في خلالها على عدد من المطلوبين أمنيا. هذه التطورات دفعت بالسلطات المصرية إلى إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة حتى إشعار آخر بعد يومين من فتحه بشكل جزئي. وعلى صعيد العمليات في المحافظات المصرية، أعلن مدير إدارة العمليات في وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 90 مطلوبا في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك خلال عمليات تفتيش قامت بها أمس عقب اشتباكات مع مسلحين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. قضائيا، أرجأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إلى الاثنين البت في دعوى رفعها حزب التجمع لحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على كل الأموال والعقارات التي تملكها، كما تطالب الدعوى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرغة منها أو تابعة لها وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم. وتطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم على خلفية ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تجدير الأمن والسلم العام. هذه الجلسة هي الثانية التي تعقدها المحكمة للنظر في هذه الدعوى بعد أن كانت قد عقدت جلستها الأولى يوم السبت الماضي. آلاف الناخبين في إقليم كردستان العراق اقترعوا اليوم لانتخاب برلمان جديد، وفتحت المراكز الانتخابية في مدن الإقليم أبوابها عند الساعة 7 من صباح اليوم، وهي تشهد إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين. نحو 3 ملايين ناخب من كردستان العراق يشاركون في انتخابات تشريعية لاختيار برلمان جديد لدورة تستمر 4 سنوات. الناخبون في 3 محافظات هي دهوك والسليمانية وأربيل توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 111 نائبا، ويتنافس نحو 1200 مرشح عبر 31 لائحة وسط مراقبة أكثر من 4000 شخص من المجتمع المدني. ولم تخلو هذه الانتخابات من حوادث أمنية، خصوصا قبيل انطلاق عملية التصويت في الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي. وكانت عملية اقتراع قوات الأمن والسجناء والمرضى والعاملين في المستشفيات قد أجريت الخميس الماضي. ويدور التنافس بين 3 أحزاب رئيسية تمثل عمود الفقري للبرلمان الحالي، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني، وحركة التغيير جوران بزعامة نوشيران مصطفى الذي انشق عن الاتحاد، إضافة إلى حزبين صغيرين آخرين هما الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية. ومن المتوقع أن يحصد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكبر عدد من المقاعد، ويواجه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تقاسم السلطة في الإقليم مع الحزب الديمقراطي تحديا من حركة التغيير، خصوصا بسبب غياب الرئيس طالباني الذي يتلقى العلاج في ألمانيا منذ نحو عام. واستحدثت مفوضية الانتخابات لأول مرة نظام البصمة الإلكترونية للحد من التجاوزات وعمليات التزوير التي يمكن أن تقع بعد اتهامات سابقة بالتزوير. في خبر ورد قبل قليل، أشارت المعلومات من العراق إلى سقوط 50 قتيلا وأكثر من 50 قتيلا في هجوم انتحاري في مدينة الصدر العراقية. مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في ألمانيا، تحتدم المنافسة بين الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأحزاب المعارضة. فالمستشارة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الألمان تحاول تشجيع الناخبين التصويت لائتلافها. وقبل ساعات على فتح صناديق الاقتراع، لا يزال الاتحاد الديمقراطي المسيحي متقدما في استطلاعات الرأي لأحزاب المعارضة مجتمعة، مما يعني أن أنجيلا ميركل ستبقى مستشارة لولاية ثالثة، مع احتمال إقامة ائتلاف كبير يجعل من منافسها التقليدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريكا في الحكم كما في حكومتها الأولى في العام 2005. عاود تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب هجماته العنيفة على قوات الجيش اليمني، فقتل أكثر من 50 جنديا في 3 عمليات منسقة استهدفت 3 مواقع عسكرية في محافظة شبوة الشرقية والغنية بالنفط. كما أصيب في الهجمات أكثر من 25 جنديا على
أكثر من 25 جندياً، خمسة منهم نقلوا إلى المستشفى في حال حرجة، وهي الأعنف. هذه الهجمات هي الأعنف التي يشنها مسلحو القاعدة منذ تحرير الجيش محافظة أبيان الجنوبية من سيطرة التنظيم الأصولي العام الماضي. يجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويسبق اجتماع أوباما مع عباس اجتماع الرئيس الأمريكي المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في 30 من الشهر الحالي. تعرض مقر للشرطة التركية في العاصمة أنقرة إلى هجوم صاروخي تسبب بخسائر مادية كبيرة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن التقديرات الأولية للحادث الذي لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى تشير إلى وقوع أضرار مادية جسيمة بالمبنى الموجود في منطقة دكمان في أنقرة. وعثر على مقربة من مكان الحادث على صواريخ أخرى لكنها لم تنفجر. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها انتهت من عقد بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية تزود الولايات المتحدة بموجبه دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدات لمنظومة دفاع صاروخية مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية. وذكر مدير برنامج لوكهيد للنظام الدفاع الصاروخي أن الصفقة التي يجري التفاوض عليها منذ عدة سنوات ستضم طلبيات للولايات المتحدة والإمارات. وكانت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية قد قدمت عددا من ابتكاراتها في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة خلال مشاركتها في معرض آيدكس 2013 في أبوظبي، بما في ذلك منظومات باتريوت 3 والدرع الماسي. أفرجت السلطات الباكستانية عن الملا عبد الغني برادر المعتقل الأبرز لديها من قيادات طالبان الأفغانية وأحد مؤسسي الحركة. وجاءت هذه الخطوة بناء على طلب من الحكومة الأفغانية التي تأمل أن يعطي إطلاق سراح برادر دفعة للمفاوضات مع مقاتلي حركة طالبان، وهو أحد 4 رجال أسسوا طالبان في أفغانستان. وقال متحدث باسم حركة طالبان أنه لم يتسنى لهم بعد التأكد من إطلاق سراح برادر الذي اعتقل في العام 2010 وأصبح رجلا محوريا في نشاط طالبان بعد إسقاط حكمه على يد القوات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2001. سلمان نصل الآن إلى النشرة الرياضية حيث يرافقنا فيها بعد قليل الزميل صبح قبلاوي. مساء الخير وأهلا بكم إلى أبرز الأخبار الرياضية من تلفزيون مستقبل، ونبدأ من الأخبار المحلية وكرة القدم، حيث حقق النجم وصيف الموسم الماضي الفوز الأول على مضيفه السلام زغرتا 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب المرداشي في زغرتا في افتتاح المرحلة الأولى من بطولة الدوري اللبناني 54 بكرة القدم. وفي مباراة أخرى ضمن المنافسات الدوري اللبناني انتهت بفوز العهد على شباب الساحل 2-1، وسجل هدفي نادي العهد اللاعب طارق العلي، أما هدف نادي الساحل فأحرزه اللاعب وليد غليوم. وبهذا الفوز حقق العهد الفوز الأول له هذا الموسم، فيما تعرض الساحل للخسارة الثانية تحت إشراف المدرب الجديد جمال طه. كشفت صحيفة بيلك السويسرية عن أن الجناح المصري محمد صلاح يمارس ضغوطا على ناديه بازل السويسري من أجل منحه الفرصة للرحيل إلى إنجلترا في ظل رغبة أكثر من ناد في الحصول على خدماته. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب المصري أصبح مثل عاصفة الصحراء، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف في آخر 10 مباريات له مع بازل والمنتخب المصري. وتساءلت الصحيفة إلى أي متى يستطيع بازل الاحتفاظ بصلاح في ظل هذه الضغوط من الأندية واللاعب، موضح أن اللاعب قال لجورج هايتس المدير الرياضي لبازل قبل مباراة الفريق مع تشيلسي الأربعاء الماضي ضمن التشامبيونز ليج: أريد البقاء في إنجلترا. فرد عليه الأخير بالقول: إذا سجلت مرتين. وضمن فساد كرة القدم، قرر الاتحاد السلفادوري لكرة القدم إيقاف 14 لاعب مدى الحياة بعد تورطهم في التلاعب بنتائج مباريات دولية. وكان كارلوس مينديز رئيس الاتحاد تولى مهمة الإعلان عن الأسماء والعقوبات المتخذة بحق اللاعبين الدوليين الذين تورطوا في القضية. وكانت المباريات التي تم التحقيق بشأنها هي هزائم السلفادور أمام دي سي يونايتد الأمريكي
في حزيران 2010 وأمام الولايات المتحدة في شباط 2010 و5-0 أمام المكسيك في حزيران 2011 في إطار بطولة الكأس الذهبية و4-0 أمام الباراغواي في شباط 2011. إلى عالم الرياضة الميكانيكية، حيث سينطلق الألماني سيباستيان فيتال سائق ريد بول رينو بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة من المركز الأول لجائزة سنغافورة الكبرى المرحلة 13 من بطولة العالم للفورمولا 1 بعد تصدره التجارب الرسمية اليوم السبت على حبل لبت مارينا باي. وتقدم فيتال متصدر ترتيب البطولة الحالي على مواطنه نيكو روزبورغ سائق مرسيدس والفرنسي رومان غروغان سائق لوتوس رينو. وهذه المرة الخامسة التي ينطلق فيها فيتال من المركز الأول وال41 في مسيرته. واكتفى البريطاني لويس هاملتون بطل العالم عام 2008 مع فريق ماكلارين مرسيدس بالمركز الخامس، والإسباني فرناندو ألونسو سائق فيراري بطل العالم عامي 2005 و2006 مع فريق رينو بالمركز السابع. حققت فرنسا مفاجأة كبيرة بإخراجها حامل لقب بطولة أمم أوروبا لكرة السلة المنتخب الإسباني من نصف نهائي البطولة المقامة حاليا في سلوفينيا، وبالفوز على إسبانيا بنتيجة 75-72 بعد التمديد لوقت إضافي. وتقدمت إسبانيا بالكورتر الأول والثاني، ومن ثم تألق قائد المنتخب الفرنسي ولاعب سان أنطونيو سبيرز توني باركر ليحقق التعادل ويتجه الفريقان لوقت إضافي. وفي الوقت الإضافي توالى تسجيل النقاط من هنا وهناك قبل أن يتقدم المنتخب الفرنسي بفارق 4 نقاط قبل 42 ثانية على النهاية. وكان توني باركر أفضل مسجلي اللقاء برصيد 32 نقطة، في حين أن مارك غازول كان الأفضل في إسبانيا ب 19 نقطة. وستلتقي فرنسا مع منتخب ليتوانيا غدا في المباراة النهائية. مع فرنسا بنوصل لختام الرياضة، شكرا لكل اللي تابعونا وأكيد منتابع النشرة مع لينا. شكرا صبحي. قبل النشرة الجوية نتوقف عند تساؤلات نطرحها أحيانا كبشر، إن كان بالإمكان أن نشهد يوما ما سيطرة البرمجيات الذكية وأجهزة الكمبيوتر على مصدر رزقنا أو حتى أن تحل مكاننا. يبدو أن التكنولوجيا التي دخلت عالمنا بشكل متسارع ستحل مكان الإنسان في المستقبل القريب، إذ كشفت دراسة حديثة النقاب عن أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد قيام أجهزة الكمبيوتر بما يقرب من 45% من الأعمال المكتبية والمهنية بدلا من الإنسان. وأظهرت التجارب التي أجراها فريق من الباحثين البريطانيين في جامعة أكسفورد أن عملية الاستبدال والإحلال بين الإنسان وأجهزة الكمبيوتر ستتم على مرحلتين، قد تبدأ في المهن المتعلقة بالخدمات المقدمة للجمهور تليها المهن الإنشائية. تسونامي الإنترنت والحواسب الذكية فاق كل التوقعات، فبات بإمكان الفرد أن يعتمد بشكل أساس على البرمجيات والحواسيب لتنظيم حياته العملية والافتراضية. التطور التكنولوجي غير المسبوق سيطيح بالإنسان وسيؤدي دون شك إلى زيادة نسب البطالة وإلى خلق أزمات اجتماعية واقتصادية جديدة. النشرة الجوية. طقس متقلب عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. لبكره الاحد الجو العام بلبنان من المتوقع يكون غائم جزئيا مع استقرار درجات الحراره، ايضا في عنا احتمال لتساقط امطار متفرقه بالفتره الصباحيه. نسبه الرطوبه ادناها 50 اقصاها 80%، اتجاه رياح جنوبيه غربيه سرعتها بين 10 وال35 كيلومتر بالساعه، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حراره سطح المي 29 درجه. اقصى درجات الحراره المتوقعه لبكره نبدا عطرة
بالشرب 27، 26 بجبيل، 28 درجة بصدى وصور و29 العاصمة بيروت، 28 أيضا بالكرعون وزحلة، 26 لبيت الدين، 18 بفقرة و16 بالأرز. درجة الحرارة والجو المتوقع للأيام المقبلة للسواحل اللبنانية لبكرة 29 درجة، نهار الاثنين والثلاثة الجو العام بيكون صح وصافي مع 28 درجة، ليرجع يحول معه تقلبات اعتبارا من نهار الأربعاء مع احتمال كبير لأمطار مع 27 درجة. أما درجة الحرارة خلال الفترة المسائية رح تكون بين 21 وال 24 درجة كحد أقصى. هذا تذكير بالعناوين. كنا متأملين نشوف تشكيلة حكومية قبل سفر الرئيس سليمان. سلام في بعبدة، سليمان يدعو إلى التقاط لحظة الوعي لتشكيل الحكومة والعودة إلى الحوار. الخطة الأمنية للضاحية الجنوبية تنطلق الاثنين، وتساؤلات حول جدواها في ظل ثنائية القوى الشرعية وحزب الله. الجيش الحر يواصل تقدمه في ريف حلب، وسوريا سلمت ملفات ترسانتها الكيماوية. ختاما نشكر متابعتكم هذه النشرة، ألقاكم بإذن الله تمام 11:30. إلى اللقاء. من حفظ القيادة السورية على أرواح مواطنينا وأمن بلدنا. Assad does not have significant military capability.